بيبدأ فيلمنا ببنوتين صغيرين اسمهم تشارلوت وتيانا، قاعدين بيسمعوا قصة الأميرة اللي باس الضفدع وتحول لأمير وتجوزه. وبعد ما بتخلص القصة بتتحمس تشارلوت جدا وتقول إنها مستعدة تبوس ضفدع لو فعلا هيتحول لأمير وتجوزه، على العكس من تيانا اللي بترفض وتقول إن عمرها ما هتعمل كده أبدا. بيدخل بابا تشارلوت وتفرجوا تشارلوت على فستانها الجديد، وبيشكر بابا تشارلوت الخياطة يودورا ويقول لها انتي اشطر مصممة ازياء في نيو اورلينز كلها. بتطلب تشارلوت من والدها الفستان اللي مرسوم في الكتاب، وبيسأل والدها يودورا لو تقدر تعمله، فبتوافق يودورا فورا. وبتطلب يودورا من بنتها تيانا ان هي تستعد علشان يلحقوا يروحوا لان باباها مستنيهم. وفي بيت يودورا بنلاقيها قاعدة بتشتغل، وجوزها وبنتها تيانا بيطبخوا سوا. وبتطلب تيانا من والدها ان هو يدوق الاكل، ولما بيدوق الوالد الأكل بيقول لها إن ده أجمل أكل دقه في حياته. وبيتجمع الجيران ويشاركوا تيانا وعيلتها الأكل، ويقول بابا تيانا إن أجمل حاجة في موضوع الأكل إن هو بيجمع الناس كلها من كل الطبقات، وبيرسم الابتسامة على وشهم، وإنه لما هيفتح مطعمه الخاص هتقف الناس طوابير علشان تدوق حتة من الأكل. بتقول تيانا لوالدها إن كتاب تشارلوت كان مكتوب فيه إن هما لو شافوا نجمة بتلمع في السماء ويتمنوا أمنية، الأمنية دي هتتحقق. بتقول لها مامتها طبعاً اتمني يا حبيبتي، وبيرد والدها ويقول لها أكيد لازم تتمني. بعد ما بيخرج بابا وماما تيانا من الأوضة، بتقوم تيانا بسرعة من السرير وتبص للنجوم، فتلاقي قدامها ضفدع فتصرخ جدا وتجري. بتكبر تيانا وتشتغل جرسون وتحوش فلوس علشان تحقق حلمها وحلم والدها اللي توفى، وتعمل المطعم اللي باسمهم. وبتروح تيانا الشغل، وفي المطعم بتنده عليها واحدة وتقول لها تعالي معانا الحفلة بالليل، لكن تيانا بتقول لها ما ينفعش لان انا بشتغل شفتين. فالبنت بتقول لها اه طبعا علشان تعملي المطعم بتاعك اللي نفسك فيه. وبيتريق عليها الطباخ هو كمان ويقول لها فرصتك في تحقيق حلمك ده عامل زي فرصتي في الفوز بديربي كنتاكي. بعدها بتدخل تشارلوت ووالدها، وبتتحمس تشارلوت جدا جدا، وهي بتقول لتيانا ان الامير نافين هيزور نيو اورلينز، وان والدها دعاه للحفله بتاعتهم، انه هيقعد عندهم في البيت كضيف. بتقول لها تيانا ان ده خبر عظيم جدا، فبتديها تشارلوت فلوس كتير وتقول لها كده بقى لازم تعملي لنا اكل الحفله كله علشان اقدر ابهر الامير. فبتفرح تيانا بالفلوس علشان اخيرا هتعرف تفتح مطعمها. بتروح تيانا تاجر بيت قديم علشان تعمله مطعم، وبتيجي مامتها تديها الوعاء اللي والدها كان بيطبخ فيه، وبتقول لها تيانا ان والدها وحشها جدا. فبتحضنها الام وتقول لها انا كمان وحشني. وبيدخلوا المكان وتبدا تيانا تشرح لمامتها هتعمل ايه بالظبط وهتحط كل حاجه فين، وبتبدا تيانا تغني مع والدتها وتقول انها قربت توصل لحلمها وهتحققه. بيظهر بعد كده الامير نافين وهو بيرقص في الشارع، ويدخل عليه المساعد بتاعه اللي اسمه لورنس، واللي بيقول له احنا لازم نكون في بيت مستر لوباف والد تشارلوت دلوقتي والا هنتاخر على الحفله. فبيقول له حاضر حاضر بس الاول انا عايز ارقص. بيدخل عليهم ساعتها ساحر وبيقرا الطالع للامير، والامير بينبهر جدا، لكن لورنس بيقول له ده شكله حد نصاب، لكن الراجل بيتضايق جدا وبيبدا يوريهم حاله السحريه، وبيقول للامير انت جاي من عيله مالكه لكن مش معاك فلوس وبتدور على اميره معاها فلوس علشان تتجوزها. بتيجي بعد كده تشارلوت وهي متوتره وسط الحفله بتاعتها علشان الامير لسه ما وصلش، وبتحاول تيانا تهدي فيها لحد ما بيتم إعلان وصول الأمير نافين. بتجري تشارلوت على الأمير وترقص معاه وهي سعيدة جدا. وبيدخل أصحاب البيت اللي أخدته تيانا علشان تعملوا مطعم، وبيقولوا لها إن هم غيروا رأيهم ولقيوا كمان حد أحسن منها وهيدفع فلوس أكتر، لكن لو عرفت تجيب عرض أعلى قبل يوم الأربع الصبح هيسيبوا لها البيت. بتزعل تيانا وتقع، وتيجي تشارلوت علشان تطلب منها الأكل اللي هتبهر بيه الأمير. بتلاقي تشارلوت تيانا واقعة على الأرض ومتبهدلة جدا، فبتاخدها للأوضة بتاعتها علشان تديها فستان جديد وتغير هدومها. تنبهر تشارلوت جدا من جمال تيانا في الفستان الجديد، وبتنزل تشارلوت للحفلة وللأمير مرة تانية، وبتفضل تيانا في الأوضة حزينة على حلمها وتبص للنجوم وتتمنى إن حلمها يتحقق. وبتلاقي قدامها ضفدع فتتكلم معاه فيرد عليها، فتترعب جدا وبتقع، وبيفضل يقول لها اهدي 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 استني ده انا الامير نافين. فبتستغرب تيانا جدا وتساله امال مين اللي تحت ده، فبيقول لها مش عارف انا مش عارف ايه اللي حصل. وبيقول لها انت لازم تبوسيني زي ما مكتوب في القصه علشان اعرف ارجع تاني لهيئتي الحقيقيه. فبتبوسه تيانا لكنها بتتحول لضفدع زي، وبتنط تيانا والامير من الشباك وبيحاولوا يهربوا من الحفل. وبتكتشف بعد كده ان الساحر حول لورنس لهيئه الامير وحول الامير لضفدع، مش كده وبس ده حطه كمان في علبة، لكن لورنس فتح له العلبة وهربه، وده ضايق الساحر جدا. وبيحكي الأمير قصته مع الساحر لتيانا، وبيعرف الأمير إن تيانا مجرد جرسون مش أميرة، فبيقول أنا كده عرفت ليه التعويذة باظت. فبتتضايق منه تيانا جدا وتزعق له، وفجأة بتبدأ الطيور والتماسيح تطاردهم،
وبيحاولوا يهربوا منها. تاني يوم الصبح بتصحي تيانا الأمير وبتقوله عندنا رحلة طويلة علشان نرجع فيها، يلا بينا. وبتبدأ هي تحرك جذع الشجرة في المية وهو قاعد يعزف ويغني، وبيظهر تمساح ويعزف معاهم، فبيخافوا منه في الأول، لكن بعد كده بيعرفوا إن هو تمساح طيب، وبيحكوله عن اللعنة اللي صابتهم، فبيضحك التمساح. لكن لما يسمع كلمة سحر أسود بيترعب وبيقول لهم ده زي سحر ماما أودي، فبيقول لهم إن دي أشهر ساحرة في الوادي المظلم، وبيطلبوا منه إن هم ياخدهم لماما أودي علشان تساعدهم يفك السحر. بعد كده بنروح للقصر ونلاقي تشارلوت بتفطر مع الأمير المزيف وبتتأسف له على ليلة امبارح واللي حصل من الضفادع، وفجأة ودان الأمير بتكبر وبيبص الأمير على السلسلة المسحورة اللي فيها دم الأمير الحقيقي، فبيلاقي الدم بينقص. ساعتها بيطلب بسرعة من تشارلوت الجواز، فبتوافق وتجري بسرعة علشان تحضر للفرح. بيخلص الدم كله من السلسلة وبيتحول الأمير المزيف لشكله الطبيعي اللي هو شكل لورنس. بنرجع بعد كده لتيانا والأمير ونلاقي تيانا بتحكي للتمساح عن مطعمها وتقوله إن هي نفسها تفتح مطعم، وبيحس الأمير بالجوع فبيبدأ يصطاد حشرات، وبترفض تيانا تعمل زيه. بيدخل عليهم ريموند أو ري الحشرة اللي بتنور في الضلمة، وبيعرف نفسه ليهم وبيقولوله إن هم رايحين لماما أودي، لكن هو بيستغرب لأن ده مش الطريق بتاع ماما أودي، وبيطلب ري من باقي الحشرات إن هي تنور الطريق للضفادع. يروح بعد كده الساحر للأرواح الشريرة ويطلب مساعدتهم علشان يعرف يلاقي الأمير الضفدع، وبيقول لهم إنه لما يملك المدينة هيسيبهم يعملوا فيها اللي هم عاوزين. بتوصل بعدها الأرواح الشريرة وتخطف الأمير نافين، لكن بيقدر نافين يهرب منهم. وبتروح تيانا والأمير نافين لماما أودي، بتشرح لهم ماما أودي إن هم لو عاوزين يرجعوا بني آدمين تاني لازم قبل نص الليل الأمير يبوس أميرة. بعدها بيركب الأمير وتيانا السفينة. بيقرر الأمير نافين إن هو يعمل عشاء رومانسي على سطح السفينة لتيانا وإنه يفاجئها ويقول لها الحقيقة. بتفرح تيانا جدا بالعشاء. بيتوتر نافين جدا وهو بيتكلم وبيتلخبط، لكن تيانا بتقعد تحكي له عن حلمها وإن بكرة خلاص حلمها هيتحقق، لأن بكرة الصبح آخر ميعاد للمهلة اللي اداها لها أصحاب المكان. بيقرر وقتها الأمير نافين إن هو يلغي فكرة اعترافه بحبها وبيوعدها إن هو يساعدها في تحقيق حلمها. بتخطف الأرواح الأمير نافين وبتظهر بعدها تشارلوت وهي بتنده على الأمير المزيف. بتوصل الأرواح الشريرة ومعاها الأمير وبتسلمه للساحر الشرير. وبتوصل السفينة وبتسأل تيانا الحشرة ري عن الأمير نافين، فبيقول لها أنا ما شفتوش من ساعة ما قال إن هو رايح يعترف لك بحبه وإنه كمان هيدور على شغل علشان يساعدك تفتحي مطعمك. بتفرح جدا تيانا لما تسمع الكلام ده وبتروح تدور على الأمير نافين. بتوصل تيانا وتشوف مشهد جواز تشارلوت والأمير المزيف وبتفتكر إن الأمير نافين رجع بني آدم وهي لأ، فبتزعل جدا وتمشي وتقول لري إن الأمنيات مش دايما بتتحقق. بيروح ري للحفلة ويلاقي الأمير نافين محبوس في صندوق، فبيخرجه وينط الأمير على لورنس وبيوقع الأمير لورنس على الأرض، وبيخطف ري السلسلة ويروح بيها لتيانا وبيفهمها الحقيقة بالكامل وبيقول لها إن السلسلة دي ما ينفعش تقع في إيد الساحر ولا في إيد الأرواح الشريرة مرة تانية. بيروح الساحر الشرير ويحاول يلعب في دماغ تيانا، لكن تيانا بتقوله صحيح والدي ما كانش معاه كل حاجة، لكن كان معاه أهم حاجة وهي حب عيلته ليه. بتخطف الأرواح الشريرة السلسلة من إيد تيانا وبتسلمها للساحر الشرير، لكن تيانا بتنجح إن هي تاخد السلسلة مرة تانية وتكسرها. ويروح الأمير لتشارلوت ويعرفها الحقيقة، ولما بتقرب منه تشارلوت علشان تبوسه بتظهر تيانا وتمنعه ويقول لها الأمير إن دي الطريقة الوحيدة علشان تحققي حلمك، فبتقوله إن حلمي مش هيكمل من غيرك. بتعترف له بحبها. بتتأثر تشارلوت جدا وتعيط وتقرر إن هي تبوسه، لكن الساعة كانت عدت 12. وبيجي بعدها التمساح ويقول لهم إن الساحر الشرير موت ري. وبيروح الأمير وتيانا والتمساح علشان يودعوه الوداع الأخير، وبعدها بيقرروا إن هما هيتجوزوا. ولما بيبوسوا بعض في الفرح بيرجعوا بني آدمين مرة تانية، وبتفتح المطعم اللي نفسها فيه وبيعيشوا في سعادة للأبد.